السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة يكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح ليه إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، دول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وكان التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص ليها كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان إحنا كنا قدمنا خدمة، هي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة أو منحة أنت عايزها، ممكن تقدم عن طريقنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات. وعشان توصلك أي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وأحب أنوه كمان إن جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك وروابط التقديم الخاصة بالمنحة أو الفرصة اللي هنتكلم عليها النهاردة هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف أسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ كده على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة سفر وحضور مؤتمر. يبقى الفرصة إن شاء الله إن هنتكلم عليها النهاردة هي فرصة حضور مؤتمر. الدولة اللي هيكون فيها المؤتمر ده هي كوريا، تمام؟ كوريا الجنوبية. الجهة المانحة، الجهة اللي عارضة المؤتمر أو المنظمة المؤتمر هي بيطلق عليها اختصار، طبعا ده اختصار المنظمة ABCEIU، أو بيطلق عليها ممكن اليونسكو، تمام؟ دي الجهة المانحة، يعني شراكات ما بين اليونسكو وهذه المؤسسة. المؤتمر ده بقى مدته قد إيه؟ المؤتمر ده مدته أسبوع، هيكون من تاريخ 25 مايو حتى 31 مايو 2020، يعني حاجة ممتازة جدا للناس مثلا عشاق السفر اللي عايزين يسافروا مثلا ويستكشفوا البلد، فبالتالي هم يحضروا مؤتمر ويستكشفوا كوريا، هتكون لمدة أسبوع، هتكون كمان في الأجازة بالنسبة للطلاب، يعني هتكون حاجة ممتازة جدا. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي معظم دول العالم متاح للتقديم، تمام؟ بنسبة كبيرة حتى الدول العربية بنسبة كبيرة منها متاحة للتقديم في الفرصة دي. المرحلة الدراسية متاحة للطلاب والخريجين، سواء انت حاليا بتدرس لسه في الجامعة او خريج اتخرجت او بتدرس ماستر دكتوراه، تقدر برضو تقدم على الفرصة دي بدون اي مشكلة. تعال بقى نتكلم عن التمويل. تمويل صراحة يعني ممتاز جدا. هيكون في تذاكر طيران ذهاب وعودة من بلدك إلى كوريا مجانا، تمام؟ يعني في تذاكر طيران من بلدك لكوريا، وبرضو عند العودة وانتهاء المؤتمر هيكون برضو تذاكر الطيران مجانا على المنحة. سكن فندقي كمان مجانا على حساب المنحة، تمام؟ الطعام مجانا. تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث، هيكون تكاليف العلاج عليهم في خلال المدة دي اللي هي الأسبوع اللي هتقعدهم في كوريا. شهادة مشاركة في المؤتمر، هيكون في شهادة طبعا، وهتكون شهادة يعني قوية جدا انك تاخد شهادة مثلا من كوريا من منظمة زي اليونسكو وما إلى ذلك، هتكون يعني حاجة قوية جدا إضافة للسي في بتاعك. كمان الفرصة دي ما بتحتاجش شهادة إثبات لغة إنجليزية، يعني مش مطلوب منك بقى يكون معاك ايلتس تويفل، يكون معاك أي شهادة، مش مطلوب أي شهادات خالص فيها. وفي طبعا مميزات اخرى بقى زي استكشاف البلد، يعني تنزه في الخارج وما الى ذلك، يعني في مميزات اخرى غير اللي احنا ذكرناها دي. اهداف البرنامج ده ومجالاته، البرنامج او المؤتمر ده هيكون على ايه؟ بيقول لك المشاركون في البرنامج ده هيتعرفوا على مجالات عديدة مثل حقوق الانسان وبناء السلام من خلال جلسات إعلامية والمشاركة في الحوار والمناقشات حول القضايا الناشئة كجزء من ورشة العمل، وهيقوموا أيضا بزيارة ميدانية، يعني هيطلعوا لزيارات برة مثلا في مدن أخرى في كوريا يستكشفوها، ومثلا زي توعية وما إلى ذلك. يبقى المؤتمر من الآخر هيتكلم عن مجالات حقوق الإنسان وما إلى ذلك، يعني المجالات المرتبطة بيه. شروط التقديم بقى في الفرصة دي شروط بسيطة جدا وسهلة، مفيش أي تعقيدات. الشرط الوحيد بس إن المتقدمين يكونوا ما بين 19 و 28 سنة، يعني أقل من 19 ما ينفعش، أكتر من 28 سنة ما ينفعش، ده الشرط الوحيد في المنحة، تمام؟ الأوراق المطلوبة ده بقى يعني جزء كويس جدا، مفيش أي أوراق مطلوبة، يعني حضرتك مش مطلوب منك تحط كشف درجات، تحط خطابات توصية، تحط صورة جواز السفر، مفيش أي ورقة مطلوبة، فقط اللي مطلوب انك تملى الابليكيشن وتكتب شويه مقالات كده، والمقالات دي هي اللي هتكون مهمه وهي اللي هيكون عليها عامل القبول او الرفض في المنحه، تمام؟
اخر ميعاد للتقديم في الفرصه دي هو 17 مارس 2020، تمام. اعلان المقبولين في الفرصه هيكون 26 مارس 2020، يعني بعدها باسبوع او ب10 ايام هيعلنوا الناس اللي هتفوز في المنحه. فبالتالي انت مش هتستنى بقى فتره كبيره، شهر واثنين وثلاثه زي باقي المنح، لا، بعد 10 ايام توصلك نتيجه المنحه، اتقبلت او اترفضت. فيعني حاجه ممتازه جدا. طيب كده احنا اتكلمنا عن تفاصيل المنحه كلها. انا حاطط لكم هنا لينك التقديم للمنحه، وهنا حاطط الاعلان الرسمي بتاعها. تعال كده نبص سريعا على الاعلان الرسمي ونشوفه ازاي. ده الاعلان الرسمي للمنحه، تمام. هتلاقي هنا كل التفاصيل، وهتلاقي هنا زي اسئله حاططها، يعني التفاصيل حاططها في زي اسئله واجوبه، تقدر انك تبص على الاسئله دي وتتعرف على التفاصيل بشكل اكبر يعني، تمام. ده الاعلان الرسمي. خلينا بقى دلوقتي نتكلم على ازاي ممكن نقدم للفرصه دي. عشان تقدم ليها هتيجي تضغط على اللينك هنا اللي هو قدم الان عشان يفتح معاك ابلكيشن التقديم. لما تضغط عليها هيفتح معاك اللينك ده، تمام. فورم بسيط جدا، ده الفورم اللي حضرتك هتملى من خلاله المنحه والفرصه. الفورم ده او الدوره دي هي الدوره السادسه اللي بتقدمها منظمه اليونسكو او المنظمه اللي عارضه الفرصه دي، تمام. بيشرح لك هنا بعض التفاصيل قبل ما تقدم، وهنا بيقول لك الدول المتاحه للتقديم من افريقيا، هيكون اي دول من الدول العربيه، الدول المتاحه من اوروبا، الدول المتاحه، يعني هنا شارح قائمه الدول المتاحه للتقديم، وطبعا معظم الدول العربيه هتلاقيها موجوده. طيب حضرتك دلوقتي عرفت التفاصيل، تعمل ايه؟ تضغط على كلمه نيكست عشان تخش للمرحله اللي بعدها، تمام. السكشن الثاني تضغط بارت نيكست، هيظهر لك هنا بقى اول حاجه التفاصيل بتاعتك او البيرسونال انفورميشن اللي انت محتاج تملاها. تكتب اسمك اول حاجه، اسم العائله، تكتب تاريخ ميلادك، الجندر بتاعك، الدوله اللي انت مقيم فيها حاليا، او مش اللي انت مقيم فيها، دولتك الاصليه او بلد الميلاد، تمام، السيتيزن شيب. تكتب طبعا ديانتك، تكتب لو عندك باسبور يبقى تحط رقم الباسبور، ما عندكش خلاص. ونلاحظ حاجه هنا، ان اي سيكشن او اي سؤال جنبه علامه النجمه الحمراء دي، معنى كده ان ده سؤال الزامي، ما جنبوش علامه النجمه الحمراء يبقى السؤال ده عادي، ممكن تعمل له سكيب او تسيبه عادي فارغ. الايميل طبعا لازم تكتبه، تمام. لو عندك اي سوشيال ميديا مثلا اكونت على الفيسبوك، على تويتر، على انستجرام، حطه هنا. اكتب رقم تليفونك، العنوان الحالي بتاعك، الدوله اللي انت مقيم فيها، انت دلوقتي بتدرس ولا بتشتغل، اكتب اسم المنظمه او الجامعه اللي انت بتدرس فيها وبتشتغل فيها، والبوزيشن بتاعك مثلا طالب، موظف، دكتور، مهندس، تكتب بقى البوزيشن. طيب خلصت البيرسونال انفورميشن، تخش على السكشن اللي بعده نيكست، تمام. السكشن ده بقى هو اللي فيه يعني النسبة الأكبر من تحديد الشخصية أو تحديد الناس اللي هتتقبل، يعني مثلا اعتمادا على المقالات اللي أنت هتجاوبها. بيرسونال انفورميشن طبعا حاجة بسيطة، إنما المقالات هي اللي على أساسها بيتم تحديد المقبولين. وهنا في أول مقال بيقول لك اشرح فيه 100 كلمة يعني إيه جلوبال سيتيزن، تمام؟ يعني إيه تكون مواطن مثلا دولي أو مواطن مثلا ليك حريه وما الى ذلك، يعني هتشرح معنى الجلوبال سيتيزن طبعا بشكل مختصر في 100 كلمه فقط، مش اكتر من كده. السؤال الثاني بيقول لك اشرح النشاطات بتاعتك مثلا المرتبطه بالمجال ده او مرتبطه بالمنحه دي، يعني مثلا نشاط انت عملته سابقا مرتبط بالمنحه اللي هي رمزها جي سي اي دي، اللي هي برضو نفس الرمز اللي احنا كنا قلنا عليه اللي هو اليونسكو او الرمز ده، تمام. ده الاختصار بتاعها، ليها 3 اختصارات. فبيقول لك اشرح العلاقه ما بين نشاط انت عملته سابقا والمنحه اللي انت مقدم عليها دي، سواء مثلا نشاط تعليمي، مثلا مشاركه مجتمعيه، بتشرح بقى انت النشاط ده. بيقول لك كمان اذكر مثلا توقعين انت متوقع تحصل عليهم، يعني مثلا انت من انضمامك لورشه العمل دي او الفرصه دي، انت مثلا ايه الاشياء او الحاجتين اللي ممكن تكتسبهم من الانضمام لهذا العمل او للفرصه دي. فبتوضح الكلام ده كله، وازاي كمان هيفيد اللوكال كوميونتي، يعني مجتمعك المحلي ازاي هيستفيد من الحاجتين دول او المهارات دي. كمان بيقول لك يعني تقول لهم يعني عن مشاركتك في الورك شيب دي او ورشه العمل دي، تمام. ازاي ان مثلا هتطور من مهاراتك اللي هي بروفيشنال سكيلز، تمام، سواء مثلا مهارات خاصه بالاي تي، بالفوتوغرافي، رايتنج، تمام، يعني ازاي هيتم تطوير مهاراتك عن طريق الورك شوب دي، فانت هتشرح الموضوع ده. طيب بيقول لك هنا كمان
السؤال ده آخر سؤال، هل أنت انضممت لأي يعني برنامج في اليونسكو أو المنظمات اللي هي مرتبطة بالجي سي إي دي، ارتبطت بيها قبل كده بأي برنامج يعني؟ فمثلا لو أنت ما انضمتش لأي برنامج من المنظمات دي فبتكتب نو هنا، لو انضميت بتقول ياس وبتذكر اسم البرنامج اللي أنت انضميت ليه. تمام، يبقى دي بس الأسئلة. هتلاقي هنا 1 2 3 4 طبعا يعتبروا 4 مقالات. طبعا السؤال الاخير ده كله هيكتب نو، انا متاكد يعني مفيش حد انضم، فبالتالي الموضوع بسيط، انما 4 مقالات لازم تهتم بيهم كويس جدا وتكتبهم بشكل احترافي عشان هم اللي عليهم عامل القبول او الرفض. طيب كده انا شرحت المنحه بكل تفاصيلها. نرجع تاني ونقول ان المنحه دي فيها تمويل تذاكر طيران كامل، سكن فندقي، طعام مجانا، تامين طبي، شهاده مشاركه مش محتاجه اثبات لغه، وفيها مميزات كتيره جدا. فلو انت مهتم بيها يبقى لازم تحاول تجهز بياناتك وتبدأ التقديم في الفرصة دي. أتمنى لكم التوفيق والقبول فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.